السلام عليكم. من بين الأسئلة اللي وصلتني، أود أن أسألك عن كيفية اختيار الفئة المستهدفة من منتج عالي الجودة أقوم بترويجه في المغرب وشكرا. أوكي، بالنسبة للناس اللي هما كيبيعوا منتجات اللي هي عالية الجودة، فطبيعة الحال مادام لا كاليتي ديال لو برودوي او لو سيرفيس عالية، اذا فاوتوماتيكمون لو بري ديالها غادي يكون عالي. داكوغ، دونك نتا الناس اللي غادي تستهدفهم هما ناس اللي عندهم قدرة شرائية انهم يشريو داك المنتج او لا يشريو داك السيرفيس. ما يمكنلكش تبيعو لشي ناس اللي هما ما غاديش يقدروا يشريوه لانه لو بري ديالو غالي. اوكي، دونك الحاجة الأولى هي أنه الناس اللي غادي تقلب عليهم خاص تكون عندهم القدرة الشرائية باش أنهم يشريوا هذا المنتج. والحاجة الثانية، دائما كيف ما كنقول، قلب على ناس اللي هما غادي يكونوا كيستعملوا هذا المنتج اوريدي من عند حد اخر. غادي تجيب لهم انت منتج جديد وعارف وواثق منه بانه احسن من الحاجات الثانية اللي كاينة في السوق، دونك تتكون عندك بلوس دو بوان انك تبيع البرودوي ديالك اكثر من الناس الثانيه، او الناس اللي هما غادي يكونوا انتريسي فيه انهم يستعملوه دابا او لا يستعملوه في واحد الفتره معينه. وكذلك دائما عرف شنو هو الحل اللي انت جايب من لو برودوي او لو سيرفيس ديالك، الحل لواحد المشكله اللي كيعاني منها الكليون ديالك، وانت هذاك البرودوي ولا هذاك السيرفيس ديالك غادي يحل واحد المشكله. دونك ملي كتعرف شنو هو هذاك لا سوليوشن اللي انت جايب لو كليون ديالك، تتولي من خلالها تتبيع البرودوي او لا سيرفيس ديالك، تتولي من خلالها كتقنع الناس باش انهم يشريو من عندك.